بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 27. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في لقاء متجدد في برنامج نور على الدرب. ضيف هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ في هذا اللقاء. حياكم الله وبارك. هذه سائلة تقول للشيخ صالح: كثيرا ما أشك وأنا أبدأ بالصلاة في قراءتي للفاتحة، تقول أتردد هل قرأتها أم لا فأعيدها، فما الحكم في صلاتي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بعدما المسلم كبر تكبيرة الإحرام ويأتي بذكر الاستفتاح، فإنه يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، هذا مستحب في كل صلاة. فإذا استعاذ بالله من الشيطان الرجيم أعاذه الله منه، ولم يشغله في صلاته، ولم يوسوس له، هذا علاج. الحال الثاني: إذا كان هذا الوسواس نتيجة مرض نفسي، فإنها تعرض نفسها على الأطباء النفسانيين يصرفوا لها علاجا مناسبا، وعليها أن لا تهتم بالوسواس، بل إنها تتركه وترفضه ولا تلتفت إليه، إنه لا يضرها والحمد لله. نعم. وصلنا مجموعة من الأسئلة من أحد الإخوة، يقول في السؤال الأول: ما حكم بيع المعسل غير الضار وهو للتدخين، ولكنه منزوع من المواد الضارة، مأجورين؟ لا خير فيه، ولا يجوز بيعه ولا شراؤه ولا استعماله، لأنه من مشتقات الدخان والمخدرات والمفترات، فهو أشد من الدخان، على ما ذكروا أنه أشد من الدخان تأثيرا على الإنسان، فعليه أن يتجنبه ويبتعد عنه. نعم. يقول: أسأل عن حكم أخذ حيوان منوي من الرجل وبويضة من المرأة وتلقح ثم توضع في رحم امرأة أخرى. لا يجوز أصل العملية هذه، فكيف إذا وضعت في رحم امرأة أخرى؟ هذا لا يجيزه أحد فيما أعلم. نعم. هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، ما العمل مع شخص قريب وقد أصابنا بالسحر ولم يتوقف، بل هو مستمر في الكيد لنا، وما العلاج؟ مأجورين. العلاج: تعالجوا هذا السحر إذا كنتم متأكدين منه، تعالجوه بالأدعية والأوراد الشرعية والأدوية المباحة مع التوكل على الله سبحانه وتعالى. نعم. هذا يسأل عن حدود الوجه في الوضوء، من أين يبدأ ومتى ينتهي، وخصوصا في عند أداء للصلاة. الوجه له حدود من جهة الطول ومن جهة العرض، حده طولا من منابت الشعر المعتاد، شعر الرأس، من منابت شعر الرأس المعتاد إلى من حدر من اللحيين والذقن طولا، ومن الأذن إلى الأذن عرضا، هذا هو الوجه. نعم. يقول: هل يجوز قراءة القرآن من طرف الولد لوالديه بنية الأجر والثواب لهما، وخصوصا بعد وفاتهما؟ هذا لم يرد أنه يهدى للغير، ثواب القراءة للقارئ، أنها عمل بدني، ولم يرد أن ثوابها يهدى إلى الغير، لا أحياء ولا أموات. قال تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى، ثم يجزاه الجزاء الأول، إلا ما ورد به الدليل أنه يهدى، مثل الصدقات والدعاء للأموات والأحياء، ومثل الأضحية عن الميت، ومثل الحج والعمرة، وردت بها الأدلة. نعم. هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، ما العلاج الزائد للخوف وعدم الثقة في النفس والانطواء والعزلة؟ العلاج: الاشتغال بذكر الله، والملازمة الأوراد الصباحية والمسائية بقراءة سورة الإخلاص والمعوذتين، وتكرار هذه السور 3 مرات في الصباح والمساء، وتعود
أعوذ بالتعوذات الشرعية، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، وتلاوة القرآن الكريم، والاشتغال بالطاعات والعبادات، فإن هذا مما يعين الإنسان على الخير، ومما يبعث في نفسه الطمأنينة وانشراح الصدر. نعم. هذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، ما حكم الصلاة خلف شخص يحضر ما يسمى باحتفالات الأولياء والصالحين؟ كيف احتفالات الأولياء والصالحين؟ الذين يدعون أن هؤلاء صالحين وأولياء، تردد عليهم. إذا كان يتبرك بهم هذا لا يجوز، البركة من الله سبحانه وتعالى، ولا يجوز التبرك بالأشجار والأحجار والأشخاص، إلا الرسول صلى الله عليه وسلم تبرك بمن فصل من جسمه الشريف من عرق أو شعر أو ما لامس جسمه الشريف من ثوب، وهذه الأمور فقدت بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، فلا يبقى التبرك بشيء إلا بالله عز وجل وبأسمائه وصفاته، فإن البركة تطلب من الله عز وجل ولا تطلب من غيره. نعم. هذا يسأل ويقول: الشيخ حفظكم الله، أسأل عن حكم التسبيح بالمسبحة سواء في محلي التجاري أو في المسجد. إذا كان القصد عدد التسبيحات فقط وليس الاعتقاد في المسبحة أن لها فضلا أو أن التسبيح بها مشروع، إذا كان لمجرد عد التسبيحات فلا بأس، سواء عدى بأصابعه أو بحصى أو بخرزات السبحة. نعم. هذا السائل يقول: ما حكم رجل قال بأنه رأى الرسول صلى الله عليه وسلم في اليقظة وجزاكم الله خيرا؟ في اليقظة لا يمكن أن يرى الرسول بعد موته صلى الله عليه وسلم، لا يمكن هذا. نعم. أحسن الله إليكم، هذا يسأل: هل هناك حث على كثرة النسل، وما حكم تحديد طفل أو طفلين؟ يقول: لأن الحياة المعيشية عندي لا أستطيع أن أقوم بتربية أولادي والصرف عليهم. طلب الذرية مشروع، قال صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الودود الولود، فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. وطلب الذرية والسعي في تحصيل الذرية أمر مشروع بدون تحديد نسل، تحديد النسل لا يجوز. وأما قول السائل إنه يخشى من ضيق المعيشة، هذا من وسواس الشيطان، فإن الذي خلقهم يرزقهم، ما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، نحن نرزقهم وإياكم، وخشية ضيق الرزق الذي يحمل على تحديد الذرية هذا من سوء الظن بالله عز وجل، لا يجوز تحديد الذرية. نعم. هذا السائل فضيلة الشيخ يقول: أنا منذ سنة وأنا على السرير تأتيني فترات لا أستطيع أن أحمل جسمي، بالنسبة للصلاة فضيلة الشيخ أصلي وأنا على حالي، وبعض المرات أكون نشيط فأصلي وأنا جالس، فصلاتي وأنا نائم هل هي جائزة؟ نعم، على الله جل وعلا، فاتقوا الله ما استطعتم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يصلي المريض قائما فإن لم يستطع فقاعدا، فإن لم يستطع فعلى جنب، فإن لم يستطع فمستلقيا ورجلاه إلى القبلة، ويومئ بالركوع، يومئ برأسه الركوع والسجود، ويجعل الإيماء للسجود أخفض من الإيماء للركوع. نعم. هذا يسأل ويقول: أنا أقنط في صلاة الفجر فضيلة الشيخ، فما حكم القنوت في صلاة الفجر؟ هذا غير مشروع إلا في حال النوازل، إذا قنت الإمام في النوازل فإنه يقنت تبعا للإمام. نعم. يقول: كيف نفرق بين القضاء والقدر، وهل هما بمسمى واحد؟ نعم، القضاء والقدر بمعنى واحد. نعم. يقول هذا السائل فضيلة الشيخ بأنه رجل تجاوز الميقات عمدا وهو يريد العمرة ثم رجع إليه وأحرم، هل عليه شيء؟ ليس عليه شيء، ما دام رجع وأحرم من الميقات قد استدرك، لا شيء عليه والحمد لله. نعم. يقول: يا شيخ، ما الفرق بين قولنا عقيدة الإسلام والإيمان؟ العقيدة والإيمان. العقيدة ما يعتقده القلب، والإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، والإيمان
هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والإيمان بالقدر خيره وشره. نعم. يقول هذا السائل مظفر: ما حكم الذكر بين الأذان والإقامة، وما صحة حديث أم رافع إذا دخلت الصلاة فكبر 10 وسبح 10؟ لا أعلم هذا الحديث. تكبير في الصلاة معروف، تكبيرة الإحرام هذه ركن، تكبيرة الركوع وتكبيرات الانتقال، السجود والرفع منه، وسمع الله لمن حمده حينما يرفع من الركوع، هذه من واجبات الصلاة. نعم. وأما يزاد على هذا فلم يرد هذا إلا في صلاة العيد، صلاة الاستسقاء، تكبيرات الزوائد المعروفة. نعم. هذا يسأل عن الآية: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى فلنحيينه حياة طيبة. يقول: هل هذه الحياة في الدنيا أو في الآخرة؟ الحياة هذه في الدنيا، أنه يعيش على الطمأنينة وانشراح الصدر والتلذذ بذكر الله سبحانه وتعالى في الآخرة، ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. العمل الصالح سواء من ذكر أو من أنثى يحصل به الحياة الطيبة والجزاء الوافر من الله سبحانه وتعالى. نعم. هذا يسأل الشيخ، يقول: ما حقيقة التوسل، وهل أول من قال بمنع التوسل بالأموات الصالحين هو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله؟ شيخ الإسلام ابن تيمية إنما ذكر التوسل الجائز الوارد في الكتاب والسنة، وهو التوسل إلى الله بأسمائه وصفاته، كذلك التوسل بأن يطلب من الرجل الصالح الحاضر عنده أن يدعو الله له أو للمسلمين، وكذلك التوسل إلى الله بالأعمال الصالحة التي أسبقها، يتوسل إلى الله بأعماله الصالحة، هذا التوسل الذي ورد في الكتاب والسنة. وأما التوسل بذوات الأشخاص أو التوسل بالأموات والغائبين أو بالجن، كل هذا من المحرمات، وهو إما شرك وإما وسيلة إلى الشرك. نعم. هذا السائل يقول: الشيخ، إذا سهى الإمام في الصلاة وزاد ركعة والمأمومون كلهم قد تأكدوا أنه زاد ركعة ولكنهم تابعوه في هذه الزيادة، هل تبطل الصلاة ويجب عليهم الإعادة؟ من تبعه في الزيادة وهو يعلم بها إنها تبطل صلاته، أما من تبعه في الزيادة وهو جاهل للحكم أو جاهل أنها زائدة إنها لا تبطل صلاته. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: الشيخ، ما الفرق بين هدي التمتع وهدي القران؟ لا فرق بينهما، لأن القران تمتع، لأنه جمع بين حج وعمرة بسفر واحد، كلاهما يجب فيه الهدي. نعم. هذا السائل طلال يقول: في الآية الكريمة قال الله تعالى: له ما في السماوات وما في الأرض، لماذا ذكرت السماوات جمع والأرض مفرد وهي سبع طباق؟ السماوات ذكرت سبع طباق والأرض أيضا سبع طباق، ذلك في قوله: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، يعني سبع مثل السماوات. وكذلك في الحديث: من اقتطع شبرا من الأرض بغير حق طوقه يوم القيامة من سبع أراضين. ثبت أن الأرض سبع طبقات في الكتاب وفي السنة. نعم. هذا سائل يقول: جلس خالي في المستشفى وهو مريض وقد أصابته جنابه، لكنه لا يتمكن من الاغتسال، وجعل يتيمم إذا حضرت الصلاة بدون أن ينوي رفع الحدث الأكبر، وجلس على ذلك مدة، فهل تصح الصلوات التي أداها؟ إذا كان نوى بتيممه الحدثين الأصغر والأكبر فهذا يجزي، هذا يجزي عنهما. وأما إذا لم ينوي الأكبر فإنه لا يرتفع إلا بالنية، قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. إذا كانت الصلوات التي صلاها من غير نية تيمم عن الجنابة يمكنه قضاؤها فإنه يقضيها مرتبة. نعم. هذا يعقوب يقول: أنا أقرأ في بعض كتب الفقه وصادف أن مر علي هذه المسألة عن حكم بيع الغرر، وما صفته؟ بيع الغرر معناه أن يخدع الزبون، لأن لا يبين له عيوب السلعة، أو أن يقول له: إني اشتريتها بكذا، وهو كذاب يريد أن يرفع القيمة عليه ويبيعها بما اشتراها به بزعمه، هذا من الغرر الذي يسوغ الفسخ
لمن وقع عليه. نعم. الفقرة الثانية يقول: ما معنى تتبع الركبان؟ معناه تلقي الركبان، مو بتتبع، تلقي الركبان الذي ورد النهي عنه، وفي لفظ تلقي الجلب. الركبان هم الجلب الذين يأتون بالسلع إلى أسواق المسلمين، لا يخرج إليهم ويشتريها قبل أن يصلوا إلى السوق، لأن هذا فيه ضرر على الجلب، لأن يخدعهم لأنهم لا يعرفون السعر، وفيه ضرر على أهل السوق الذين ينتفعون من المجلوب، يشترون منه وينتفعون يرزق الله بعضهم من بعض كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. الأخت أسامة تقول: هل غسل المرأة من الجنابة مثل غسل الرجل؟ بلا شك أن غسل الجنابة سواء في حق الرجل والمرأة، بأن يسبغ الغسل على جميع جسده ولا يترك منه شيئا إلا ويصل إليه الماء. نعم. هذا السائل يقول: ما كيفية تقوية الإيمان في قلب المرء، وضعف الإيمان ما هي أسبابه يا فضيلة الشيخ؟ تقوية الإيمان لها أسباب، منها سماع القرآن وتلاوة القرآن، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، له أدنى وله أعلى، كما في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان 64 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. نعم. هذا السائل أرسل بهذا السؤال يقول: فضيلة الشيخ، أنا أريد الحج إن شاء الله هذا العام، وأنا من سكان جدة، وأهلي يسكنون في المدينة، وحجزنا من المدينة، هل يجوز لي أن أسافر بداية شهر الحج ثم أذهب إلى الحج مع أخي؟ نعم تسافر، ولكن إذا كنت تنوي الحج لا بد أن تحرم من ميقات المدينة، إذا مررت به فإنك تحرم منه ولا تتعداه بدون إحرام، وإن كان مسكنك في جدة أو في مكة لا تتعدى الميقات وأنت تنوي حجا أو عمرة إلا وقد أحرمت منه. شكر الله لكم فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم الإسلام والمسلمين. وانتهى هذا اللقاء الذي سجل مع فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكر الله للشيخ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.